بيكو وحكاية يوم جديد مع بعض بنفتكره زي النهاردة. زي النهاردة 2 مارس 1903 كان افتتاح فندق مارثا واشنطن في مدينة نيويورك ليكون أول فندق للنساء فقط. أما سنة 1933 اتعرض لأول مرة فيلم كينج كونج في نيويورك، وسنة 1953 بث حفل توزيع جائزة الأوسكار لأول مرة على شاشة التلفزيون. أما زي النهاردة 1969 إقلاع أول رحلة تجريبية لطائرة كونكورد. وعن مواليد زي النهاردة، فزي النهاردة 1905 اتولد المخترع الأمريكي مخترع لعبة السودوكو هوارد غارنز. أما سنة 1962 اتولد المغني الأمريكي جان بون جوفي اللي من أعماله أغنية Runaway. وعن الأعياد والمناسبات، فزي النهاردة 2 مارس من كل سنة هو عيد الاستقلال في تكساس. أما سنة 1995 كان العرض الأول لفيلم بخيت وعديلة، الفيلم من تأليف لنين الرملي وإخراج نادر جلال وبطولة عادل إمام، شيرين، مصطفى متولي، أحمد راتب، عزت أبو عوف ويوسف داود. وسنة 1995 اتعرض لأول مرة فيلم قليل من الحب كثير من العنف، قصة فتحي غانم، سيناريو وحوار وإخراج رأفت الميهي وبطولة ليلى علوي، هشام عبد الحميد، هشام سليم، يونس شلبي، محمود حميدة، نجاح الموجي وأشرف عبد الباقي. خلصت حلقتنا، وبكرة حكاية يوم جديد زي النهاردة.